كشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات في صلاح الدين حامد غنام عن أن أكثر من 50,000 عنصر أمني سيشاركون بالتصويت الخاص الجمعة المقبلة، في وقت بدأت القطاعات الأمنية خطة الانتشار في مراكز الاقتراع. وقال الغنام أن مكتبه استكمل جميع الاستعدادات اللوجستية لعملية التصويت الخاص والعام، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة. وبدأت الأجهزة الأمنية خطة الانتشار في مراكز الاقتراع لتأمين الانتخابات في عموم صلاح الدين بحسب مصدر أمني.